أعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل عن حل مشاكل الأسواق الحدودية بين إيران وكردستان العراق واستئناف النشاط التجاري بينهما. وقد أجرت القنصلية محادثات مكثفة مع السلطات في كردستان والحكومة في بغداد أسفرت عن الموافقة على استئناف نشاط الأسواق الحدودية، وتم إبلاغ شرطة الحدود بذلك لاتخاذ اللازم. أصدرت وزارة الزراعة أمراً بالتريث في منح إجازات استيراد الدواجن ومنتجاتها من إيران. وقالت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة في بيان لها إن الوزارة أصدرت أمراً بالتريث بمنح إجازات استيراد الدواجن ومنتجاتها من إيران، وذلك لوجود وثائق عديدة تؤكد إصابة الدواجن فيها بمرض إنفلونزا الطيور. أعلنت شركة نفط الهلال الإماراتية زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في العراق في 3 سنوات. وقال رئيس الشركة بدر جعفر إن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي في شمالي العراق بوقع 80 مليون قدم مكعب يومياً بحلول تشرين الأول و500 مليون قدم مكعب يومياً في 3 سنوات. وأشار جعفر إلى أن الشركة تنتج في الوقت الحالي 330 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز و20 ألف برميل يومياً من المكثفات في شمالي العراق. دعا وزير النفط جبار اللعيب الشركات البريطانية إلى المشاركة والاستثمار بمشاريع النفط والغاز المطروحة من قبل العراق. وقال اللعيب خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية البريطانية أليستر بيرت إن العراق يعمل على التعاون المثالي مع الشركات العالمية العاملة في القطاع النفطي بهدف النهوض بهذه الصناعة والاستثمار الأمثل لهذه الثروة الوطنية. وقعت وزارة النفط عقداً استثمارياً مع شركة إيرانية الدولية لإنشاء مصفى كركوك بطاقة 70 ألف برميل. وقال وزير النفط جبار اللعيبي إن إنشاء مصفى كركوك يمثل الخطوة الأولى للاستثمار في قطاع التصفية للوصول إلى طاقة إنتاجية من المشتقات النفطية تغطي الحاجة المحلية في المحافظة والمحافظات المجاورة. أعلن السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس عن استعداد بلاده لتسوية الخلافات بين الحكومة في بغداد وكردستان العراق. وقال ويليكس إن بريطانيا على استعداد لتسوية العلاقات بين بغداد وأربيل، مشيرا إلى أنها تحاول التوصل إلى حلول في مواضيع عالقة بين الجانبين أهمها فتح مطارات كردستان. كشف المستشار في رابطة المصارف العراقية سمير النصيري عن إيقاف صرف القروض الصغيرة والمتوسطة للعاطلين عن العمل. وأشار النصيري إلى أن موضوع القروض الصغيرة والمتوسطة هي مبادرة للبنك المركزي العراقي وليست من واجباته الأساسية.